السلام عليكم. الله وبركاته. ده موقع لسه نازل النهارده، عباره ان انت ترفع ملف الاي اف سي وتبدا تشوفه على الانترنت. هو ده تبع الادوات اللي هي دي روتس، كانت ادوات قويه، فعشان كده انا واثق في البرنامج. هبدا ارفع ملف اي اف سي، نحاول نختار ملف يكون ايه مساحته معقوله. انا مش واخد بالي، هرفع انا ملف. خلينا نشوف ملف كده يكون نرتبهم بالمساحة ونشوف حاجة مساحتها. خلينا نفتح البامبروم. ظهر معانا البامبروم بالشكل دوت، زي ما انت شايف خفيف جدا. تمام، الكاميرا هتقول له مثلا عايزها ايزومتريك او توب او زي ما انت عايز. ممكن نقول له فوكس على حاجات معينة، ممكن سناب شوت تاخد صورة ونسيفها، ممكن نقول سيكشن بلان ونعمل اكتف ونختار ان احنا هنعمل سيكشن بالشكل دوت. ميجر هنبدأ نقيس. على فكرة انا اول مرة اجرب الموقع، يعني بجربه معاكم. هنقول له سيلكت باي، سيلكت باي تايب. تمام، كل ما تعمل حاجه هيبدا يشوف التايب بتاعتها، او ممكن تقول له باي كاتيجوري يروح مسلك عليهم كلهم، او باي ماتيريال يبدا يشوف الحاجات اللي نفس الماتيريال ويختارهم. ايزوليت هيخفي بقيه الحاجات ما عدا هو. هايلايت هيعمل هايلايت والباقي كله يبقى خفيف شويه. هنا بقى ممكن نقول له اكسبورت الملف دوت. تمام، هياخد كل المعلومات اللي موجوده ويروح مسيفها لنا كملف اكسل. طبعا نقدر نشوف العناصر و تمام. سيفلنا ملف اكسل كنسل. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نعمل فلتر، فيبدا يجيب لنا العناصر. هنشوف مثلا ايه العناصر احنا عايزينها تختفي من الموديل. وتقدر تعمل فلتر للحاجات اللي هنا، ودي القائمة بتاعت البروبرتيز. كل حاجة تعمل عليها سيلكت يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. تقدر تشوف الواجهة أبيض أو أسود، ودي بقى الخصائص بتاعت اليونت اللي هتشتغل بيها، الماتيريال، الباك جراوند، الإتش، الجريد، الجزمو. تقدر تخفي الإكس والواي والزد أو تظهرهم، الستيتس، الدايمنشن. فدي شويه خصائص. الموقع ظريف يعني، وسهل جدا ان ترفع عليه الملف بتاعك. هو في جزء ان انت تتبرع بفلوس لو انت حابب.